اقتصاديا، وفي ظل انهيار مستمر لسعر برميل البترول، لا تزال الحكومة تبحث عن حلول ناجعة وعملية لانهيار والوقوف في وجه الأزمة الاقتصادية. أين تبقى المادة 71 من قانون المالية 2016، آلية من الآليات التي يتوجب على وزير المالية اعتمادها؟ أحمد بوطاف. حالة طوارئ أعلنتها الحكومة بعد انهيار أسعار برميل النفط إلى حدود 27 دولار، ما يلزم تفعيل المادة 71 من قانون المالية 2016، أو التي تنص على إعطاء كل الصلاحيات لوزير المالية في تحويل ميزانيات مشاريع، تجميدها أو حتى إلغائها لتوفير ما يمكن للخزينة العمومية. Ministre des Finances a proposé cet article 71. Il est conscient de sa faisabilité et de ses conséquences sur l'économie. Tout à fait d'accord pour que on revoie la nomenclature des projets et qu'on gèle ou qu'on mette en attente certains projets. المادة 71 والتي يعتبرها الخبراء بديلا لقانون مالية تكميلي ستسمح للحكومة ربح هامش من المناورة مما تبقى لاحتياطي الصرف لتسيير المرحلة القصيرة المقبلة. يجب الاعتراف بأننا في مرحلة أزمة تستوجب تسخير جميع المجهودات، تستوجب وضع خطة مستعجلة من أجل التمكن من مواجهة انخفاض أسعار البترول، سواء من خلال التقليص بصفة مباشرة للإنفاق، خاصة الإنفاق العمومي، التحسين من مردودية عمل القطاع العام. شح المداخيل وتراجع احتياطات الصرف بشكل متسارع يتطلب شد الحزام واتخاذ إجراءات استعجالية في القريب العاجل لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني.